السلام عليكم. من اللحظات الأولى لانطلاق المقاومة في تعز، كانت الدولة هي العنوان العريض للمقاومة الشعبية التي أدركت في وقت مبكر مخاطر تقويض الدولة في تعز من قبل عربة الديناميت التي تحركت من صعدة إلى صنعاء لتفرغ حقدها الكبير على هيئة باروت وقذائف في وسط المدينة وأطرافها. اللافت في اللحظة الراهنة بتعز هو تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ظهرت أكثر تنظيماً وانضباطاً، تعكس تفاصيل بالغة الحجم والتأثير لها علاقة بالانزياح إلى حلم الدولة المؤسسية التي دفعت المدينة وريفها ثمناً باهظاً لموت الدولة وتغييبها. استجابة كافة أطراف المقاومة في تعز لحضور الدولة دون ما تلكؤ يذكر كان مؤشرا إيجابيا، بالذات فيما يتعلق بإخلاء المؤسسات التعليمية من المجاميع المسلحة، في إشارة أفصحت أن حضور دولة قرار له علاقة بالطبقة السياسية أكثر من المجموع الشعبي. وهنا نتساءل، ماذا يعني حضور الدولة في تعز بهذه السرعة وبهذه الإمكانية في وقت قياسي؟ ولماذا لا يتم تفعيل مؤسسات حساسة كالقضاء؟ وما علاقة الأمر باستكمال تحرير المدينة وحل المعضلات التي وضعها المحافظ على الطاولة عندما قدم استقالته؟ وهل سيتم تعزيز حضور الدولة من قبل التحالف أم أن تعز ستشهد ذات العراقيل التي شهدتها عدن؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. أولا دع الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالذات من أجل أن تقوم بدورها. دبت الحياة بشكل فاعل في مفاصل بعض مؤسسات الدولة بمدينة تعز. زيارة وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية عبد العزيز جباري، محاولة لتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة بما فيها المؤسسات الإيرادية والتعليمية. افتتاح فرع البنك المركزي اليمني والتوجيه بإخلاء المؤسسات التعليمية وتفعيل المؤسسات الإيرادية جهود حظت بترحاب شعبي وسياسي بالغين. تتميما للجهود الحكومية، يأتي توجيه رئيس الجمهورية بدعم الميزانية التشغيلية لمحافظة تعز وتنمية الإيرادات وضبط قنواتها وتحصيلها لدى فرع البنك المركزي من أجل تحريك عجلة التنمية في المدينة. عرفنا بقيمة الجمهورية. تبدو الصورة في تعز واضحة أكثر من أي وقت مضى إذا ما تعلق الأمر بحضور الدولة وتثبيت أركانها بدلا عن الجماعات والفصائل المتطرفة، فأن تزور وجه المدينة، الشوارع والناس والأسواق، وتصافح نظراتهم وتجد مدينة ترحب بك وتبتسم بوجهك بعد حرب وإهمال لأكثر من عامين، فتلك هي تعز. رغم ما دفعت هذه المدينة من كلفة باهظة للحرب وما تسببت به من انهيار لجهاز السلطة وما وفرته من بيئة حاضنة لانتشار الجريمة، تبدو جهود الوفد الحكومي في مؤسسات بعينها حاضرة، غير أن سؤال حضور الدولة بشكل كامل لم يتم الإجابة عنه. فبين معرفة الخلل والآمال المعقودة على زيارة الوفد الحكومي، ترتفع الأصوات المطالبة بحضور الدولة وتفعيل مؤسساتها بشكل كلي، خصوصا فيما يتعلق بالقضاء والنيابة. تطبيع الأوضاع والتزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين بعد تأخير دام شهورا في مدينة أنهكتها الجماعات المسلحة والمصالح الضيقة، تعد خطوة لا بد منها لإنعاش حياة الناس وإعادة حيوية الدولة. غير أن جملة من التحديات تقف في وجه الفريق الحكومي، خصوصا مع ما تشهده هذه المحافظة من مساع لتحويلها إلى مربع آخر محكوم بحزام أمني لا يخضع للدولة ولا لحساباتها الوطنية. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. وبداية، يعني كيف تفهم هذه التحركات المفاجئة للحكومة؟ ما الذي استجد حتى قامت بهذه الخطوة المتأخرة كثيرا؟
هي من حيث متأخرة، نعم متأخرة، لكنها من حيث مهمة هي أكثر أهمية اليوم على السلطة الشرعية أن تقدم نموذجا حقيقيا داخل البيئة الحاضنة للدولة. البيئة الحاضنة للدولة هي هذه المحافظة الأكثر ربما تقبلا لفكرة الدولة والأكثر انصياعا لها، والبيئة التي تعتبر نفسها النموذج الذي يجب أن يقدم ما اعتبره اليمنيين على مدار فترة طويلة من الزمن الفريضة الغائبة. الفريضة الغائبة لدى سكان هذه المحافظات وبعض المحافظات المجاورة لها كانت هي الدولة، باعتبار أن الدولة هنا حلم منشود، الناس يرغبون أن يكونوا مواطنين لدولة تحكمها المؤسسات والقانون، ولا يريدون أن يكونوا جزءا من رعايا لسلطة تعتبر نفسها صاحبة الأمر والنهي والفصل، وهي تعتبر نفسها القانون والدستور والمرجعية. هذه المحافظة التي مزقتها الحرب لمدة 3 سنوات بشكل متصل، انهكت على مدار عقود وأفقرت، دمر حلم هذه المنطقة التي انتفضت في عام 1962 لتعلن اتحادا بين كافة مواطنيها بما فيها البرجوازية الوطنية، لتعلن ميلاد الدولة، دولة المؤسسة والقانون. ومنذ تلك الفترة وهذه المحافظة تقدم تضحيات انقسام، تشكل هذه المحافظة نسبة كبيرة من جهاز الدولة الإداري في كافة المحافظات، كما أنها تشكل الوجه الحضري الحقيقي في ريفها، إذ يصنف ريف هذه المحافظة كما كانت تصنيفات الثمانينات كثاني أرقى ريف عربي من حيث البنية والتركيب. وبالتالي هذه المنطقة بإجمالا ربما تكون قد غادرت البنية التقليدية اليمنية في المناطق المدارية، وهي بالتالي بأمس الحاجة إلى وجود مؤسسات الدولة واحتكام الناس لها. لا يزال الوعي الذهني للناس يؤمن بالدولة حتى وإن غابت، وهذا هو الأساس، أي لا توجد موانعة حقيقية لدى الغالبية العظمى من السكان في وجود المؤسسات، مؤسسات الدولة والإنصياع الكامل لها. إذن لو بدأنا أستاذ عبد الهادي من محور دمج المقاومة بالجيش وتسليم الأجهزة الأمنية للدولة أيضا أو للأجهزة الأمنية المختصة، برأيك ما هي عراقيل هذه الجهود لو تمت؟ هذه الجهود أعتقد أن ليس لها عراقيلا كبيرة، سوى أن بعض الفصائل أرادت أن تحتفظ ببنيتها كفصائل مقاومة على اعتبار أنها تحقق إنجازا كبير، لأن المدينة والمحافظة يهيمن عليها شبح الانقلاب وهيمنة الانقلاب على أغلب الرئة الاقتصادية للمدينة، والذي تمكن التحالف العربي مشكورا من تحرير قسم كبير منها في الساحل الغربي وصولا إلى قاعدة خالد العسكرية في الشمال الشرقي من مدينة المخا، وبالتالي تم تحرير الجزء الأكبر من الرئة الاقتصادية الغربية لمحافظة تعز، وتبقى الرئة الاقتصادية الشرقية للمحافظة التي تمتد من الحوبان وتنتهي عند كرش على الحدود الجنوبية الشرقية للمحافظة مع محافظة لحج. بالتالي هذه المسألة الأساسية في مسألة دمج المقاومة بالجيش، الجميع يريدون أن يكونوا عسكريين تبعا للجهاز العسكري، وليس مجرد مسميات تتبع فلان أو فلتان من الناس. والقيادات أيضا تسعى إلى الخلاص منهم المسؤولية الأساسية عن هؤلاء، بحيث تسلمهم كمواطنين إلى وزارة الدفاع اليمنية بكامل أسلحتهم وعتادهم، وهم جاهزون لتلقي تدريبات والانخراط في الجيش حسب الخطة العسكرية. ولم نشهد أي معارضة ذات قيمة كبيرة تذكر، سوى بعض تلك التراطيش في وسائل الإعلام كالفيسبوك أو تويتر أو بعضها، وهي نتاج إشكالات في منطقة انهارت فيها الدولة أو السلطة المحلية إجمالا، الدولة المركزية والسلطة المحلية بنسبة 100%، وتم تدمير أدواتها وبنيتها. وهناك من كان يحاول البعض لأن يحلوا محل السلطة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا عبر الهاتف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جباري من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور.
أهلا بك معنا. تابعنا يعني أستاذي الكثير يعني من المنجزات التي قمتم بها في الآونة الأخيرة والخطوات التي قمتم بها في تعز، والناس أبدوا ارتياحا كبيرا لمثل هذه الخطوة، لكن هناك تساؤل يعني هل ستتوج مثل هذه الخطوة بخطوات أكثر، ويعني مثل وجود الأمن والقضاء وأماكن الخدمات، يعني وجود أكبر للدولة، أم أن الأمور ستكون فقط ما شهدته من تحسن طفيف؟ بدون شك يعني توجيه الرئيس واضح، الأخ الرئيس أصدر تعليمات للحكومة بضرورة توفير الإمكانيات للأجهزة الأمنية والقطاع الصحي والقطاع الخدمي بناء على رسالة مننا من الوفد الموجود في تعز. فبالتأكيد ستكون يعني ثمار الزيارة أن يكون هناك دعم لسلطات الدولة وتقديم الإمكانيات لهذه الأجهزة من أجل القيام بواجبها. نعم الحكومة بالأيام القادمة ستقوم بدور يعني ملموس إن شاء الله. نعم، لماذا تأخرت هذه الخطوة معالي الوزير؟ يعني هناك صعوبات، أنت تعرفي أنه يعني كان هناك الحكومة إمكانيتها يعني لا تسمح بالقيام يعني بهذا، وايضا في هناك عوامل عديده لا تخفى على احد، لكن ان تاتي خيرا من ان لا تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. نعم اذا ان تاتي متاخرا. نعم صديقي. نعم اذا في ملف الامن ودمج القوات الامنيه، ما هو التقدم الذي يعني تم في هذا الملف؟ الحقيقه الملاحظ انه هناك عجز كبير في يعني امكانيات الجهاز الامني. المؤسسات الدولة في تعز دمرت بسبب الميليشيات الحوثية، وأيضا بسبب أن يعني حصلت بعض الاختلالات بعد دحر هذه الميليشيات، وكان المفترض دعم هذه الأجهزة بحيث أنها تغطي يعني الفراغ الموجود بعد خروج ميليشيات الحوثي ومن تعاون معهم. الآن هناك يعني خطة وتوجه من قبل الحكومة وحسب توجيهات خاصة الأخ الرئيس بأن هذه الأجهزة لابد أن تدعم وأن تؤدي دورها في حفظ الأمن وحفظ دماء الناس وحقوقهم وكرامتهم، لأنه إذا يعني وجدت الأجهزة الأمنية ووجد الأمن جميع يعني فروعه بالتأكيد ستغيب الفوضى، بالتأكيد الخارجين على القانون سيتوارون، لكن إذا كانت الأجهزة الأمنية غير موجودة وغير فاعلة ف هناك مساحة لحركة هذه الجهات التي لا تريد الخير لتعز. نعم، إذا ماذا عن البنك المركزي؟ هل أصبح الآن مرتبطا بالعاصمة عدن ولن تتوقف رواتب الموظفين في تعز؟ حسب يعني المذكرة من لدينا بناء على توجيه الأخ الرئيس أصدر توجيهاته بأن تعامل محافظة تعز كأي محافظة محررة مثل عدن ومارب ولاعج وحضرموت، وبالتالي الحكومة ستدفع مرتبات الموظفين في تعز مثل ما تدفع في هذه المناطق. توجيهات الرئيس واضحة وما على الحكومة إلا أن تترجم هذه التوجيهات إلى واقع ملموس. نعم، هناك من يتساءل يعني كيف سيتم هذا الأمر إذا كانت أغلب إرادة تعز ما زالت يعني مع الحوثيين، خاصة مثلا منطقة الحوبان وهي تعد المنطقة الصناعية الأهم في تعز، كيف يمكن تجاوز هذا النقص؟ بالتأكيد يعني هناك إيرادات كبيرة جدا تسطو عليها ميليشيات الحوثي، وهناك مصانع لا زالت تحت سيطرة هذه الميليشيات وتقوم بابتزاز التجار وإرغامهم على دفع هذه الإيرادات المستحقة للدولة وللحكومة، لكن هناك أيضا إيرادات في موجودة يعني لكنها مبعثرة وغير مضبوطة. حاولنا في يعني الأيام الماضية خلال اليومين الماضيين بعد أن افتتحنا أو أعدنا تشغيل فرع البنك المركزي بمحافظة تعز أن نوحد هذه الإيرادات، وأصدرنا التعليمات وكان هناك اجتماع رسمي بالتأكيد أنتم تابعته بأنه يعني لا يجوز إطلاقا الجباية إلا وفقا للقانون، وتجبى هذه الأموال من قبل السلطة المخولة وهي وزارة المالية وما يتبعها من إدارات، وبالفعل يعني تم الآن وضع الخطط من أجل
أن الجباية تكون بطريقة رسمية وتذهب إلى البنك المركزي. إذا حدث هذه الإيرادات قد ربما أنها يعني تغطي جزء مما تستحقه محافظة تعز من نفقات. بالتأكيد هناك الإيرادات الكبيرة لا زالت يعني تسطو عليها من الميليشيات الحوثية، لكن إن شاء الله ستتحرر هذه المناطق وتعود كامل الإيرادات إلى يعني محافظة تعز، إلى أبناء محافظة تعز. نعم، إن سمحت لي معالي الوزير أن تبقى معنا قليلا لكي ينضم معنا فقط في هذا الحوار المحلل السياسي وهو ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز عبد الهادي العزازي. أستاذ عبد الهادي، استمعت لحديث نائب رئيس الوزراء حول هذه الخطوات التي سيقدمون عليها في تعز والعراقيل التي ربما سيشهدونها، كيف تعلق؟ أعتقد أن الإخوة الوزراء إلى الآن أنجزوا إنجازا كبير يستحقون الشكر عليه، خصوصا الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية أنجز إنجازا كبير وفي وقت قياسي. كان هنالك استجابة من أغلب القيادات في محافظة تعز، كانت هناك بعض الإشكالات والخلافات، وهي خلافات ربما تشعل إعلاميا أكثر من ما تشتعل على أرض الواقع، وسببها أيضا طول الفترة والبقاء الطويل مما أدى إلى إعطاء نوعا من وضع اليد. هذه المسألة فيما يخص الإيرادات وما يخص مسألة تدفقها هي واحدة من مجموعة أو من مجمل عدد من القضايا يأتي على رأسها الملف الأمني أولا، ثم الملف القضائي، ملف التربية، ملف الصحة، ملف الإغاثة أيضا وهي من الملفات المهمة والضرورية، وملف تحديد الاختصاصات وتقاطعها. كان الجيش يغطي قسم كبير من عمل الجانب الأمني، أعتقد أن تسليم الجانب الأمني للأمن سوف يؤدي إلى تفرغ الجيش لمسألة التحرير، ويؤدي إلى أيضا تغطية هذه المناطق المحررة، يؤدي إلى خلق نوعا من الاستقرار النفسي، تعزيز ثقة المواطنين في القيادات الأمنية والعسكرية، وتعزيز أيضا ثقة المواطنين في الدولة عقب ما يتعرضون له من حملات إعلامية ومن حالة تشويش مختلفة يتعرضون لها يوميا. أعتقد أن هذه الإشكالات هي ما أدت إلى تطويل بقاء الوفد، وهي إشكالات يمكن حلها بمزيد من الحوار مع بعض الفئات والجماعات. وأنا أشكر أيضا أغلب الجماعات التي استجابت وبدأت بإخلاء المؤسسات بكافة أشكالها من كافة فصائل المقاومة، يستحقون الشكر، وبالتالي هم يستحقون أن يكونوا قيادة لهذه المحافظة كلما كانوا أكثر إنجازا في عودة الدولة. نعم، سأعود إليك أستاذ عبد الهادي، دعني أختم مع معالي الوزير بهذا السؤال. أستاذ عبد العزيز، يعني ماذا عن القضاء؟ لما لا يتم حتى الآن فتح النيابات والمحاكم، خاصة أن هناك محاكم خاصة تطبع بعض الفصائل وتتم خارج القانون؟ بالتأكيد الفريق الحكومي عندما يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لدينا تصور كامل حول الوضع في محافظة تعز، في الجانب يعني القضائي، في الجانب الصحي، في الجانب الخدمي، في الجانب الأمن، في كثير من الجوانب التي يعني رصدناها خلال وجودنا خلال أكثر من أسبوعين فيها في المحافظة العزيزة الصامدة تعز. أنا أقول أي نجاح يعني حصلنا يعني حققناه خلال الفترة الماضية خلال الأسبوعين كله يعني بفضل تعاون أبناء محافظة تعز وأبناء مدينة تعز على وجه التحديد. أبناء محافظة تعز تواجد للدولة، تواجد لعودة المؤسسات، متعاونين معنا بكل يعني جوارحهم، هناك المكونات السياسية، منظمات المجتمع المدني، الشباب، المرأة، يعني كل الفئات يعني يريدون عودة الدولة وعودة مؤسساتها. وأنا أتفق مع ما طرح الأستاذ عبد الهادي بأنه يجب على بقية من لا زالوا في بعض المناطق أنه يبادروا، لأنه هؤلاء الناس ضحوا وقاتلوا وقدموا شيء الكثير من أجل محافظة تعز ومن أجل مدينة تعز، فلا يبخلوا على مدينة تعز من أجل عودة المؤسسات. يجب أن يكونوا شريكين فاعلين في عودة هذه المؤسسات من أجل تعز ومن أجل استقرارها ومن أجل حفظ الأمن فيها، لأن يعني لا حل أمامنا ولا خيار إلا بعودة مؤسسات الدولة الضامنة لحقوق الجميع والضامنة لحقوق المواطنين والتي تعمل وفقا للدستور والقانون. فأنا أتوقع أنه خلال الأيام القادمة أن هناك من الجهات من ستبادر
وستكون قدوة في هذا الجانب وتسلم بعض المؤسسات الدولة، والأمور في تعز مبشرة بخير. الناس يعني تواجد للدولة والمجتمع متعاون والمجتمع يعني يبحث عن الدولة. وأنا أقول أنا متفائل جدا أن الأيام القادمة والأسابيع القادمة إن شاء الله ستكون سيكون فيها يعني تعود الفائدة على محافظة تعز ويعود الاستقرار، وسنجد أن الدولة حاضرة والحكومة حاضرة، وهذا ما نتمنى. لكن يعني دعني أطمع بسؤال آخر معالي الوزير، خاصة يعني وأنت معنا في هذه الليلة. يعني هناك تساؤل، لما يتأخر تحرير تعز؟ لما تعز بعيدة عن يعني مخطط التحالف والحكومة للتحرير والخلاص التام من قبضة الميليشيا حتى تعود كل مواردها وتعود فعلا يعني لحضن الدولة كاملة بجميع يعني أطرافها ومواردها أيضا؟ من أجل أن تتحرر تعز يجب علينا أن نبادر يعني عودة مؤسسات الدولة. هناك تخوف من بعض الجهات، وهناك يعني كل جهة لديها تخوف، لكن عندما تعود الدولة، وأنا في تقديري أبناء تعز الذي استطاعوا طرد الغزاة من ميليشيا الحوثي ومن تعاون معهم وطردوهم من كثير من المناطق من مدينة تعز ومن محافظة تعز ومديرياتها المختلفة، هم كفيلين بتطهير محافظتهم وبغير مساعدة من أي طرف، بس لديهم يعني يحتاجوا إلى الإمكانيات، يحتاجوا إلى أن تكون الحكومة حاضرة. نحتاج جميعا أن نطمئن كثير من المجتمع المحلي واليمني وحتى الإقليمي أن الدولة عندما تذهب هذه الميليشيات من بعض المناطق هي من تسيطر على مفاصل كل الأجهزة، هي من تحمي الناس، هي من تقوم يعني بدورها كحكومة تحفظ حقوق الناس جميعا وأملاكهم وأعراضهم. يجب ألا نعطي فرصة لمن يشكك في أنه إذا تحررت تعز فإن الفوضى ستعم تعز. علينا كمقاومين وعلينا يعني كشرعية وعلينا كجيش وطني أن نبرهن لأنفسنا أولا ولأبناء تعز وللمجتمع الإقليمي والدولي على أننا قادرين أن نحرر هذه المحافظة وأن تعود هذه المحافظة منارة للثقافة والعلم والدولة المدنية كما عهدها أبناء اليمن على مر التاريخ. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وعودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، تابعنا اليوم مثلا محاولة التحالف في عرقلة أو إفشال جهود الحكومة من خلال مذكرة تم إرسالها لقيادة المحور وإبلاغه بعدم تسليم أو تسلم النقاط الأمنية، وأن عليه أن يأخذ بداية إذن التحالف يعني تنفيذ أي توجيهات من قبل الحكومة. ألن تواجه تعز مثل هذا التعنت، مثل هذه المحاولات في ظل ما يعني إرادة الحكومة فعلا بترسيخ يعني مؤسسات الدولة؟ أعتقد أن هنالك لبسا حدث فيما يخص النقاط الأمنية، هذا ما أعتقده، لأن الأمور لم تتضح بعد بشكل كامل. أن التحالف يقود عمليات عسكرية منفردة عبر القوى المتقدمة من المحافظات الجنوبية في الساحل الغربي وصولا إلى مدينة المخا ومعسكر خالد، وهي مسافة ليست طويلة ليست قصيرة، تزيد فوق 130 الكيلومتر، وهي مساحة كبيرة تشمل الشريط الساحلي بمدنه وموانيه. وبالتالي هو ربما يعتقد أن عملية رفع النقاط قد تؤدي إلى مسألة اختلالات في الشريط الجبلي المرافق للمنطقة الساحلية، كون أغلب النقاط تنتشر على هذا الخط الذي يبدأ من محافظة لحج مباشرة من مديرية طور الباحة والمقاطرة ومرورا بمديرية الشمايتين والمعافر وأيضا المسراخ، ويمر إلى أن يدخل المدينة مدينة تعز من الغرب. هذا الخط هو ملاصق لخط عمليات التحالف، وبالتالي بالضرورة أن يكون التحالف مطلعا على أي تحركات عسكرية أو تغييرا في مسألة التموضع العسكري. بعض النقاط نقاط اعتراضية وبعض النقاط نقاط اعتراضية وبعضها نقاط إسناد وبعضها نقاط حماية لمؤخرات، وبالذات فيما يخص اللواءين 17 الذي يمتد في الجبهة الغربية من تعز واللواء
35 المبتدئ في الجبهة الشرقية، وأيضا قيادة المحور التي تقاتل بشكل كبير عبر المنطقة الشمالية، عبر المنطقة الغربية الجنوبية والغربية في المحافظة. هذه المسائل، ربما أن هناك حدث التباس لدى قيادة التحالف في عدن، في حين المسألة مرتبطة بإعادة ترتيب الورقة الأمنية في تعز. هذه النقاط بعضها يتبع بعض الأدوات في السلطة المحلية خاصة بالإيرادات، بالذات مثلا مسألة الضرائب وبعض الإيرادات الأخرى، والبقية أيضا تتبع جهاز القوات الخاصة الأمن المركزي، وقسما منها أيضا يتبع الألوية العسكرية. فهناك الآن إعادة تنسيق بين كل من القوى العسكرية والقوى الأمنية، وأعتقد أن المسألة ربما أخذ فيها لبس، وأنا لا أعتقد أن التحالف قد يقف ضد عودة أجهزة الدولة ومؤسساتها، لأن الهدف الأساسي من قدوم التحالف ومن قيادته للمعارك هو إعادة السلطة الشرعية والدولة وأجهزتها واستعادة العاصمة وكافة المحافظات. هذا يصب في الهدف العام الذي يقود التحالف العربي فيه عملياته العسكرية في الأراضي الجمهورية اليمنية، ويتخذ من محافظة عدن ومحافظة مأرب مقرات لبعض قياداته. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أنت والسادة المشاهدين أيضا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، في النقطة التي ودعتك منها وهي موضوع التحالف، يعني جميعا شاهدنا هذه المذكرة والتي تشير بشكل واضح لقيادة المحور ألا يستجيبوا لأوامر الحكومة. هل يمكن أن أقول يعني أن هناك فعلا نقطة خلاف جوهرية بين التحالف والحكومة، خاصة فيما يخص تعز ومن قبلها عدن؟ يعني هذا التحرك في تعز هل يمثل يعني رغبة للتحالف أم أنه يخالف هذه الرغبة؟ يعني خاصة يعني هناك يعني مؤشرات تقول بأن هناك رغبة بإبقاء تعز رهينة للصراعات الداخلية والفوضى أيضا. لا أعتقد أن التحالف العربي كتوجه سياسي أو كقيادة عسكرية تريد هذا الجانب، كون القيادة العسكرية ليست سوى منفذة لتوجه سياسي. الأدوات الخشنة عادة لا تصنع القرار لكنها تنفذ القرار، وبالتالي القرار بيد القيادة السياسية للتحالف العربي بزعامة الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي المسألة واضحة في هذا الاتجاه. لكن أعتقد أن هنالك لبسا ما حدث، وهنالك نوعا من التخوفات وربما بعض الحسابات، وأعتقد أن بعض الأطراف تلعب دورا في هذه المسألة. بعض الأطراف مع الأسف الشديد الداخلية لم تستوعب إلى الآن ما معنى إعادة الشرعية وتحرير البلد. البعض أيضا بدأ يمارس نوع من مسألة الإزاحة. بعض القوى لا تتقبل حالة التنوع في المجتمع اليمني، ولا تدرك أن الجمهورية اليمنية كبلد من الناحية الجغرافية والسكانية بلد جغرافية مجزأة، وبالتالي هو عبارة عن مجموعة من الكيتونات بفعل البيئة الجغرافية الصعبة والبنية لعدم وجود نهر. هذه المنطقة مقسمة جغرافيا، وبالتالي لديها تباين ثقافي، وحكمت منذ التاريخ الحميري ما قبل الميلاد وما تلاه لفترة تزيد على 3000 عام. حكمت هذه المناطق بنظام الدولة الاتحادية ذات البنية أشبه بالكونفدرالية، فبالتالي لكل منطقة معالجاتها وثقافتها. يختلف الساحل التهامي عن الجبال الغربية عن المنخفضات الوسطى عن المنطقة الشرقية. هناك بعض الإشكالات وبعض التخوفات وبعض القلق. هذه مسألة طبيعية أن ترافق الحرب والأعمال العسكرية. الجميع مسؤولون عن أفراد وعن مجموعات وعن عتاد عسكري وعن مدن وتأمينها، وبالتالي هذه التخوفات تظل طبيعية. ربما أن التحالف أيضا يقيس ما مدى جدية الإخوة القيادات في محافظة تعز، ما مدى جديتهم في تنفيذ ما يطرحون، وأن لا يكون هذا الكلام مجرد كلام فقط في عودة مؤسسات الدولة وأجهزتها وتفعيلها، لأن هذا يخفف كثيرا من العبء الملقى على عاتق التحالف. التحالف قاد في هذه المسألة، وصل إلى معسكر خالد، وهو وصل عمليا تجاوز 3 مديريات
ووصل إليها يبقى لديه شريطا ضيقا ما بعد الشريط الساحلي إلى أن يصل إلى الجبال الغربية من محافظة تعز من مديرية مقبنة حتى مديرية الشمايتين وبالتالي عبر الوازعية وأيضا موزع. وبالتالي هذه العملية تحتاج بعض الوقت، تحتاج بعض الترتيب بشكل أساسي، وأعتقد أن التحالف جهوده تصب في هذا الاتجاه، وأن هذه المسألة لا تعار أهمية بشكل كبير على الإخوة في محافظة تعز عموما، ولا أقصد هنا القيادة العسكرية لأن القيادة العسكرية لها مهام مختلفة. الإخوة قائد المحور وقادة الوحدات العسكرية مهمتهم منحصرة في التحرير، المهمة الملقاة على عاتق وكلاء المحافظة ومدراء العموم في المديريات المحررة ومدراء الأمن والوكيل لشؤون الأمن والدفاع، هذه مهمتهم الأساسية تفعيل أجهزة الدولة، وأيضا مهمة قيادة السلطة القضائية تفعيل أجهزة القضاء، وأيضا المسألة الاقتصادية التي يجب على الحكومة أن تستمر في دفع الرواتب من أجل إنعاش الجانب الإيرادي لمحافظة تعز الذي دمر تماما. هذا الجانب يحتاج ضخا لثلاثة أو أربعة أشهر لكي تتدفق إيرادات بالشكل يعني المطلوب أو بكفاءة عالية إلى البنك المركزي. نعم. بالحديث عن القضاء والأجهزة الأمنية، دعنا يعني نستضيف معنا أيضا الأستاذ المحامي عمر الحميري من تعز عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عمر. بلقيس. ألو، مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بقناة بلقيس ومشاهديها الكرام. أهلا بك معنا أستاذ عمر. يعني تحركات متسارعة للحكومة اقتصادية وأمنية أيضا وغيرها، كيف تتابع هذا الحضور الرسمي في تعز؟ تعز تحتفي بهذه التحركات الرامية إلى إيجاد الدولة وإلى تفعيل أجهزة الدولة ومؤسساتها. الوفد الحكومي الذي زار تعز مؤخرا له الفضل بعد الله في تفعيل هذه المؤسسات وترجمة المطالبات الشعبية بتفعيل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية والمؤسسة المتعلقة بالإيرادات وتفعيل ميزانية المكاتب الحكومية وأيضا رواتب الموظفين. هناك اختفاء شعبي بهذه الأدوار التي قام بها الوفد الحكومي، ونتمنى أن تستمر هذه الأدوار وتكتب حتى حضور جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وأهمها مؤسسة القضاء التي تعتبر مكمل للجانب الأمني. نعم، برأيك لما لا يتم افتتاحها حتى الآن؟ نعم، لما لا يتم الالتفات لمؤسسات القضاء وفتح النيابات والمحاكم العامة لاستئناف عملها؟ التقينا بالوفد الحكومي وطرحنا عليهم مطلب فتح المحاكم والنيابات وتفعيلها، وكان هناك استجابة من الوفد الحكومي، وبالتالي يدرك الجميع ويدرك الوفد الحكومي أن هناك ارتباط يتعلق بتفعيل هذه المؤسسة بمجلس القضاء الأعلى في عدن. هناك مطالبة بعدد من القرارات، منها إصدار ولاية قضائية للقضاة الذين يتم يعني تعيينهم في المحاكم، وهناك أيضا عرقلة أخرى وهي تتمثل بعدم إخلاء المحاكم والنيابات المتواجدة في المناطق المحررة في تعز، وأيضا كانت مطالبة بتفعيل المحاكم المحررة فعلا والتي لم تصل إليها المعارك في مديريات تعز، وهناك 13 محكمة ونيابة نتمنى أن تتفعل فيها المؤسسة القضائية وتعود الحياة إليها. نعم، إذن في هذه المناطق وعودة الدولة بأبهى حللها، وهو ترجمة لهذه الأدوار التي قام بها الوفد الحكومي نتمنى أن تكتمل. نعم، إذن أستاذ عمر، يعني أنت تتزعم حملة إعلامية لإغلاق المحاكم الخاصة وفتح المحاكم الرسمية، برأيك ما الذي يعيق هذا الأمر؟ بداية هذه المحاكم الخاصة لم تكن بديلا للمحاكم الرسمية، وإنما جاءت على أنقاضها. كان هناك لدينا محاكم مستعجلة في تعز، محكمة كانت تلبي حاجات الناس وتم إغلاقها بفعل فاعل، وهناك قامت على أنقاض هذه المحكمة محاكم خاصة تلبي حاجة خاصة لهؤلاء الناس ولتفعيل مصالح خاصة بهم. هذه المحاكم الخاصة قامت بالكثير من الانتهاكات التي لا يمكن أن تستمر، وهذه المحاكم الخاصة تعيق
عودة المحاكم وتعيق عودة المؤسسة القضائية. شاهد الجميع عدد من الشكاوي وصلت إلى نقابة المحامين والمنظمات الدولية عن ممارسات هذه المحاكم الخاصة التي لا يتم الرجوع فيها إلى القانون بقدر ما يكون الاحتكام فيها إلى المزاج، إلى المحسوبية، إلى الوساطة، إلى كثير من الممارسات الخاطئة التي أصبحت مشكلة إضافية إلى مشاكل تعز ولم تكن حلاً لمشاكل تعز. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وعودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يعني هل تعتقد أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالوكلاء ومدراء العموم والقادة قادة الجيش والمقاومة أيضا يتعاطون إيجابيا مع جهود الحكومة في تطبيع الوضع في المحافظة، أم أن هناك خلافات وأطراف تسعى لعرقلة هذا التوجه كونها ستفقد مصالح معينة كما يقال أو شيء من هذا القبيل؟ لا أعتقد أن أحدا من هؤلاء جميعا الذين ذكرتي أدلى بتصريح محدد، ربما هناك بعض التململات فقط، لكن الجميع مرحب بهذه الخطوة، الجميع يحاول قدر الإمكان أن يفك من شراك محدد هو أن يظل متهما في مسألة الإيرادات وأن يصبح خصما للمجتمع المحلي في حالة ما وقف ضد إرادة عودة الدولة. لا أعتقد أن أحدا من القيادات في تعز يفكر بأن يكون خصما للمجتمع المحلي، خصما لخمسة ملايين مواطن، بالتالي هذه مسألة أو نوعا من الجنون والعمل غير المحسوب. هنالك بطء وتلكؤ وهنالك عدم جراءة في اتخاذ القرار. ما مصيبة هذه المحافظة أن القيادات لا تمتلك جراءة كافية باتخاذ القرار، تحتاج قيادات لديها الجراءة الكاملة في الجانب المدني والجانب المجتمعي. المجتمع يسند هذه القيادات بكل قوة، ما عليها إلا كسر حاجز الخوف واعتبار نفسها سلطة شرعية، وعليها أن تتخلص من براثين ثقافة الاستبداد، لأن قسم كبير من هؤلاء وربما عاشوا في الفترة الماضية كمعارضين من جانب، أو عاش البعض منهم حالة من التخوفات، البعض يخاف من حالة الضجيج الإعلامي التي تصنع في بعض الأحيان، وبالتالي يتوارى هذه المسألة. أعتقد أدعو الأخ رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع مع الوكلاء وكافة مدراء عموم المديريات ومدراء الأمن فيها، وأيضا إدارة المالية، وإلزامهم وإلزام بقية الإدارات بالقيام بعملها كاملا، وأيضا عملية استكمال ترتيب الجهاز الأمني الذي لديه طاقة من الطاقة البشرية تقارب 13,000 من المحسوبين على جهاز الأمن بكافة مسمياته وأجهزته، من الشرطة إلى النقدة إلى المرور، أيضا إلى السجل المدني والجوازات وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية. وبالتالي على الدولة أن تحضر بكل قوتها وأن لا تظل المسألة حالة فراغ، لأن من شغلوا حالة الفراغ سواء بما عرف بالمحاكم التي تتبع بعض جماعات قيادات المقاومة كانت هي ما نسميه بشغل الفراغ. ما أحذر منه هو حالة الفراغ التي تحضر في تعز وحالة التواري. على الجيش أن يظل عمله بعيدا وأن يكون عضوا في اللجنة الأمنية، وأن تكون مهمته منصبة في التحرير ولا شيء غير التحرير، وعلى بقية الأجهزة القيام بمهامها على من اعتادوا أنهم يلعبون الدورين، مقاوما ثم سلطة محلية ثم هذه المسميات المختلفة التي تتغير. على الإخوة في قيادة الجيش أن يبدأون بتغيير أشكال بعض العسكريين الذين أطلق شعر رأسهم وأشكالهم، وأن يبدأ الزي العسكري. هذه تخلق طمأنينة، تعيد حالة تماسك المجتمع. على هؤلاء أن يعون أنهم في محافظة تعز، هذه المحافظة التي لا تهدأ والتي تنظر إلى الجميع بنوع من الرقابة والتمييز. نعم، برأيك أستاذ عبد الهادي، ما أثر عودة عمل مؤسسات الدولة على المواطن في تعز؟ أثر إعادة مؤسسات الدولة، أولا الشعور بالأمان، اثنين إطلاق المسألة الاقتصادية لدى المواطنين، ثلاثة طرح أولويات، أربعة المساهمة بسرعة تحرير المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلاب. اليوم يقود الانقلاب حملة تخويف بأن تعز راحت ضحية الفوضى، وهنالك حالة من الضجيج بالذات لدى الإخوة المهاجرين
المهاجرين من هذه المحافظة، ومع الأسف الشديد بعض المهاجرين السياسيين الذين يتصورون هذه المنطقة أنها أصبحت تشبه ولاية واصل في القرن الثاني في القرن الأول الهجري، عندما سيطر عليها الخوارج، أي أشبه بجماعة الخوارج عندما سيطرون على واسط في العراق أثناء قتال ابن الزبير معهم، وصوروا هذه المسألة أنها تحولت إلى بؤرة وتطرف في تعز. مع الأسف الشديد لا يستطيع أي من القيادات أن يعول مرافقيها الشخصيين بدون دعم خارجي، لأن هذه المحافظة استنزفت. ما نخافه أن يتم استهلاك واستنزاف القطاع التجاري، وهذا علينا المحافظة عليه وعلينا الدفع بقوة، لأنه من سوف يتصدر عملية الإعمار وإعادة البناء وهو رأس المال المجرب. وأيضا يجب أن يحضر قسما أساسي في السلطة وهي الطاقة والنفط والكهرباء. هذا العاملان ربما الأولى مرهونة الكهرباء بالمخا وبالمنطقة الفاصلة ما بين معسكر خالد ومدينة تعز، التي أتمنى أن يتجاوزها التحالف العربي بأسرع وقت ويعيد ترتيب أوراقه، وأن تتحرك مسألة التحرير لمحافظة تعز التي تأخرت كثيرا. هنالك مناطق تستنزف وتتحول، أخاف أن تتحول هذه العملية لاستنزاف لتعز بدلا من استنزاف الانقلاب، لأن هذه المؤشرات أصبحت مقلقة. أخيرا أستاذ عبد الهادي، يعني لو تحدثنا عن الخطوة التي تمت اليوم من قبل الرئيس هادي وهي رفض استقالة الأستاذ المعمري والموافقة على بعض الشروط التي طرحها، كيف ستؤثر هذه العودة لمحافظ المحافظة على مجريات الأمور في تعز؟ هل تتوقع عودة ولديه أدوات قوة؟ المحافظ لديه أدوات قوة رئيسية، أعتقد أن البعض حاول تخويف المحافظ منها والجميع منها، وهي المجتمع، المواطنون، الناس خلف المحافظ بكل قوة ويمتلكون أدوات قوة. هذا المجتمع الذي كان أعزل قبل 3 سنوات وتحول إلى مجتمع مسلح كسر كل حواجز الخوف، ولديه الاستعداد بأن يقف بكل قوة خلف المحافظ. الأجهزة الأمنية تقف بقوة خلف المحافظ وكذلك قيادات الجيش. ما على المحافظ سوى العودة إلى محافظة تعز. كانت أكبر مشكلتين تواجه المحافظ مع الأسف الشديد هما الرواتب أولا، ثم الإمكانيات التشغيلية. كيف يمكن أن تعود إلى محافظة وأنت لا تمتلك إمكانيات تشغيلية لإعادة إنقاذ 3 مشافي في محافظة يقطنها 5 مليون مواطن؟ علينا أن نتمتع بنوع من المصداقية، بنوع من الحرص، بنوع من تقدير المسؤولية. هذه المستشفيات ينعدم فيها أنبوبة أكسجين، بعض المواد الإسعافية، وأيضا رواتب الناس. كيف يمكن أن تأمر الناس وأنت عاجز عن دفع رواتبهم؟ 10 أشهر كان الناس بدون رواتب. أتوجه بالشكر لأبناء محافظة تعز الذين صمدوا 10 أشهر يقاومون الجوع، تكيفوا مع أسوأ الاحتمالات، تحملوا إلى أقصى مدى. على الحكومة نتمنى أن تكون قيادة للناس وأن تتمثلهم ولا تمثل عليهم. نعم. نتمنى أن تبرز هذه الملامح أكثر لحضور الدولة في تعز. هذا ما نأمله بطبيعة الحال بعد مرور 3 سنوات على هذه المدينة من الحرب والحصار. أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.